السلام عليكم، عاملين ايه؟ الفيديو النهاردة هو تحذير من الشامبو اللي انتوا شايفينه ده. هو انا مش هتكلم كتير، كل اللي هقوله ان في ناس كتير لما انا صورته في المشتريات بتاعتي الشهر اللي فات قالوا لي ان هو وحش وبينشف الشعر وكده، فانا ما حبيتش ان انا احكم عليه من اراء الناس وبعدين استخدمه ويطلع كويس، فحبيت ان انا اجربه بنفسي واشوف هل هو فعلا كويس ولا وحش. اول ما جربت كان بالنسبة لي عادي، مرة واثنين وثلاثة كان كويس، يعني مش محسيتش قوي ان شعري نشف، لان انا شعري بطبعه اساسا يعني كويس، يعني ناعم ناعم جدا كمان، فمحسيتش بالفرق قوي. بعد كام مرة، يعني تقريبا مثلا 6 مرات، لقيت ان شعري بدأت احس ان هو بقى ناشف قوي، عامل زي عاملة سشوار حرق شعري. وحش جدا، ما انصحش ان اي حد يجربه، وبشكر البنات اللي قالت لي ان هو وحش وان انا ما استخدمهوش. طبعا ده حصل وانا كبيرة كده، فما بالكو بقى الامهات اللي بيستخدموا لشعر الاطفال الصغيرين. ما انصحش ابدا اي حد يستخدم شامبو جونسون ده خالص، وبجد شكرا للبنات اللي قالوا لي على التجارب بتاعتهم، واتمنى ان اي حد عنده اي تجربة سيئة مع اي منتج يكتبها تحت الفيديو ده، ما يستخسرش يعني انه يحذر الناس منها، لان احنا كلنا بنفيد بعض. فاي حد عنده اي حاجة وحشة جربها يا ريت يكتبها تحت الفيديو، وانا الفيديو مش هتكلم فيه كتير، هو يعني كل اللي هقوله لكم بجد المنتج ده بشع، ولو انتي ام وبتسمعيني وبتجيبيه الاطفال فلا، حاولي تشوفي حاجة تانية طبية غير جونسون ده خالص، لانه بجد بشع جدا. بس كده، والسلام عليكم.